إذن تابعنا وياكم هذا التقرير عن الكابتن جمال المعمري، وكابتن جمال راح ينضم إلينا عبر اتصال هاتفي الحديث أكثر حول هذا الإنجاز الذي تم في البطولة العربية. كابتن جمال مساء الخير. مساك الله بالنور أخوي سعيد، وأعتذر لكم عن عدم الحضور، ولذلك ظرف طارئ في الطريق وقد لا غير ولا أكثر. أهلا وسهلا فيك، طبعا قدر لك جيتك ولكن ظروف مثل ما ذكرتها، ولكن نتمنى تواجدك، خاصة شخصيا نتمنى تواجدك، كنت معنا في النهاية، أنت بطل وحققت هذا الموسم إنجازات كبيرة محليا، وما شاء الله وصلت في البطولة العربية، فأكيد شعورك بالنسبة لك مختلف كابتن جمال أنك تحرز إنجاز تاريخي في البطولة العربية. جزاك الله خير أخوي سعيد على هذا اللقاء الجميل. أول شيء نقول الحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإحنا يمكن دائما يكون معاكم في نهاية كل موسم ضيوف على كل برنامج بالضبط، وموجود معاكم الآن كابتن خميس، وأنا مرة ثانية أقول لك يعني أعتذر عن عدم الحضور. طبعا حقيقة شوف يعني البطولات هذه اللي صارت أول شيء المحلية كان لها تخطيط مسبق حقيقة من بداية الموسم، اجتماع الإخوان في مجلس الإدارة مع الأستاذ يوسف الوهيبي، لما يكون عندك الطاقم الإداري والفني كله كادر وطني، يعني كان اجتماع للألعاب الجماعية جميعا سواء كان طائرة سلة يد، تلتفت يمين أو يسار تشوف كادر وطني من مدرب من مساعدين من الطاقم الإداري الطبي، الحمد لله رب العالمين، يعني تفخر لما تشوف كوادر وطنية، نادي السيب دائما يدعم الكوادر الوطنية، فتحية شكر لمجلس الإدارة بقيادة سيدي صاحب السمو سيد شهاب. بدينا حقيقة الموسم في البطولات المحلية أن احنا عازمون على تحقيق الثلاثية أسوة بفريق القدم، ودائما أستاذ يوسف الوهيبي والدكتور حمود الحسيني اللي هو رئيس الجهاز ومشرف اللعبة مع الإخوان في جميع أعضاء مجلس الإدارة أيضا، فكان حضورهم الدائم ومتابعتهم للمباريات وحضور التدريبات، قال يعني احنا نريد كرة الطائرة وفريق الطائرة هذا يحذو حذو فريق القدم أسوة بما حققه الموسم الماضي. صحيح بالضبط. الحمد لله رب العالمين، تكاثفت الجهود، إخوان الجهاز الفني والإدارة والطبي، إخوان اللاعبين اللي حقيقة بذلوا مجهود كبير جدا، احنا يمكن حققنا جميع البطولات المحلية بدون خسارة أي مباراة. صحيح. وهذا أيضا إنجاز طيب، حققنا ثلاثية تاريخية، فيما بعد عزمنا الذهاب إلى جمهورية مصر، والحمد لله رب العالمين، يعني هذا إنجاز أيضا سعيد من نوعه، بروزية العرب يمكن من 41 بطولة من عام 1986 اللي كان أول بطولة أعتقد بطلها النادي ليبي، استطعنا الآن إحنا في 2023 عن طريق بوابة نادي السيب العريق في تحقيق البرونزية هذه، فتحية شكر حقيقة لجميع الكيان السيباوي المنظومة الجماهير اللجان الإعلامية، طبعا شكر موصول لمجلس الإدارة اللي وفر كل السبل في تحقيق هذه الإنجازات أخوي سعيد. جميل، وتحية الشكر لك كابتن جمال على الجهد اللي قمت فيه مع الفريق، على العمل، على التضحية، على الإنجاز اللي حققته مع الفريق، وكنا نتكلم أيضا مع كابتن خميس بأن لولا الظروف أن تم تغيير القرعة عدة مرات، وقعتكم في أيضا في مجموعة صعبة مع الأهلي، مع الوكرة، مع الأندية الأخرى، حتى أيضا يعني خط البطولة نفسها وقعكم أيضا مع الأهلي مصر مرة أخرى في نصف النهائي، لكان الوضع أفضل أعتقد بالنسبة لكم كابتن جمال. والله شوف أنت الحين إذا تكرت تكون بطل لازم تهزم الفرق الكبيرة، يعني اليوم الأهلي المصري 8 بطولات عنده. صحيح. متسيد البطولات العربية. إحنا بالعكس يعني مجموعته كانت مجموعة قوية، مجموعة صعبة جدا، تفوز على الأندية القطرية المؤججة بال يعني اللعيبة المحترفين، وأنت عارف نظام التجنيس وإلى آخره. صحيح. عدينا الأهلي القطري في دور 8، عدينا الوكرة في دور 4. الحمد لله يعني أنت اليوم قاعد تشوف اللاعب العماني خاصة عندنا في كرة الطائرة وفي نادي السيب، الحمد لله ثقافة اللاعب، صدقني وأنا الحين أقول لك على الهواء مباشرة، إحنا رايحين لجمهورية مصر عاملين يعني حساب لكل خطوة، والحمد لله رب العالمين كان دائما الدكتور حمود الحسيني رئيس البعثة ومشرف الجهاز ومشرف لعبة كرة الطائرة يقول عندنا 4 خطوات، يعني 4 ستيبس، خلصنا المحلية 3، عندنا الآن تحقيق إنجاز للسلطنة، وحقيقة كان هدفنا المركز الأول بالضبط، أيا كان الأهلي المصري الأندية القطرية، ولكن إحنا يعني لعيبة الأهلي المصري جل لاعبيهم في المنتخب المصري يروحون أولمبياد يلعبون كأس عالم، إحنا فقط نحتاج إلى أكثر جرعات مشاركة في بطولات آسيوية سواء كان على مستوى الأندية أو المنتخبات، وصدقني يعني أنا عن نفسي كجمال المعمري بنيت فيما بعد مع خسارتي مع الأهلي المصري واجهته في دور المجموعات في دور الثمانية أو دور الأربعة بنيت كيف إحنا نستطيع على الأقل أن نوصل إلى 80% في البطولات القادمة نقارع هذه الأندية اللي هي الأهلي المصري مثلا الترجي التونسي، الآن المنطق فرض نفسه
تونس، مصر، قطر، عمان، البحرين. يعني احنا ما في فرق بيننا وبين قطر والبحرين الان، خلينا نقول تونس ومصر لان يشاركون كاس عالم سعيد كثير، يشاركون يحتكون في منتخبات عاليه وانديه كبيره. صحيح. وانا اقول لك خلال السنتين القادمه باذن الله ان شاء الله انتظر نادي السيب، راح يكون له اسم كبير في الوطن العربي وايضا في البطولات الخليجيه وباذن الله ايضا في البطولات الاسيويه. فمن خلال منبركم هذا دعني مره ثانيه اوجه شكر لمنظومه العمل، بدءا من النهج اللي كان يرسمه لنا سيدي صاحب السمو السيد شهاب، زيارته ايضا للتدريبات، يعني تشجيعه للاعبين، تشجيعه لنا احنا، استاذ يوسف الوهيبي، دكتور حمود، اخوان اللاعبين، الجهد الكبير اللي بذلوه. صحيح. خلال يعني انت تعرف لعبنا اربع او ثلاث نهائيات في السلطنه، وفيما بعد رحنا لعبنا دور المجموعات ولعبنا تقريبا 36 شوط في البطوله العربيه، اغلب المباريات نفوز فيها 3-2 بالضبط. صحيح. فتحيه شكر ايضا لاخوان اللاعبين، الجهاز الاداري والطبي الفني الموجود معنا، حقيقه يعني عشنا جو اسري. وانا اقول لك بامانه اخوي سعيد، من دخلنا الموسم هذا كل المؤشرات توحي باذن الله ان الفريق راح يكون بطل وراح يكون نشان. فهنيئا لنادي السيب، هنيئا للسلطنه، هنيئا للطائره العمانيه، هذا الانجاز اللي ان شاء الله راح نبني احنا وغيرنا، وحنا نقول الوطن والطائره العمانيه راح تبني على هذا الانجاز ان شاء الله. نقول تطلعات وامال اكبر واكبر باذن الله ان شاء الله. باذن الله، كلنا ثقه فيك كابتن جمال وفي نادي السيب، وايضا في عطائك في كره الطائره، العطاء الكبير اللي كان سابقا ويستمر الى الان، وكل تحيه لك على هذه المداخله. ومثل ما ذكرنا كنا نتمنى تواجدك ولكن معذور على الظروف اللي كانت معك، فكل تحيه للكابتن جمال المعمري اللي كان معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي، والانجاز الكبير اللي حققه مع نادي السيب.